جود مورنينج سنة تانية. النهارده ان شاء الله هنشتغل اول ليسون في الالجبرا ان سكند تيرم ذا فاكتورايز. تعالى نعمل ريفيجن بسيطه كده اهو. اول حاجه فايند ذا برودكت. فاكر لما كنا بنقول 4 تايمز البراكت كله اكس بلس 3 حضرتك بتعمل ايه؟ كنا بنسلم سلام افراح. 4 تايمز اكس يبقى الانسر 4x. بعد كده 4 تايمز 3 كان بيدي لحضرتك ايه؟ 12. نمبر 2 لما يكون عندك 3x times x plus 2 برضه نفس الكلام كنت بتسلم سلام ايه؟ افراح. 3x times x هيبقى 3x باور 2 مع التايمز بعمل بلس للباور. بعد كده 3x times 2 كان يدي لحضرتك كام؟ 6x. 6x اللي بعده نمبر 3 لما اجي اقول لحضرتك 2x باور 2 بلس 4 نفس الكلام هسلم سلام افراح. يلا 2 المفروض ان يكون في 1. 2 تايمز 1 يبقى 2. x تايم x باور 2 تايمز x يبقى x باور 3. طب يلا 2 تايمز 4 8. x باور 2 ما فيش زيها تنزل جنب اختها. اللي بعده تعال نشوف لما يكون بقى براكت تايمز براكت برضه نفس الكلام كنا بنسلم سلام ايه؟ افراح. ركز بقى معايا كنا بنسلم سلام افراح ازاي هنا. اول حاجه الاكس هتسلم على البراكت كله. x تايمز x يبقى x باور 2. بعد كده x تايمز 3 كان يدي لحضرتك 3x. بعديها بسلم كمان من تحت 2 تايمز x كان يديك 2x. بعد كده 2 تايمز 3 كان يدي لحضرتك كام؟ 6. كنت بقدر اعمل سمبليفاي اللي في النص يبقى الاكس باور 2 زي ما هي وال6 زي ما هي. طب يلا 3x بلس 2x يدي لحضرتك كام؟ 5x. وده كده كان سمبليفاي. يبقى معنى كده اللي انا عندي 2 براكت التايمز بتاعهم يديني كام ترم؟ 3 ترمز. ركز معايا في الجمله دي 2 براكت التايمز بتاعهم كان بيدي حضرتك كام؟ 3 ترمز. تعالى واحده كمان نمبر 5 لما اجي اقول لحضرتك كام؟ 2x بلس 5 وادي 3x ماينس 2 برضه هنسلم سلام ايه؟ افراح. 2 تايمز 3 6 x تايمز x يبقى x باور 2. نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4x. بعد كده يلا 5 تايمز 3x هيبقى ايه؟ بوزيتيف 15x. بعديها 5 تايمز نيجاتيف 2 يقدر حضرتك نيجاتيف كام؟ 10. يلا نفس الكلام هعمل سمبليفاي في النص نيجاتيف 4x بلس 15x كان يدي لحضرتك كام؟ 11x. يبقى الانسر 6x بار 2 بلس 11x ماينس مين؟ 10. كلام حاجه صعبه؟ يلا نمبر 6 ابدا بقى حضرتك جربها كده مع نفسك. يلا 4x بلس 3 لاحظت دي فيهم حاجه. قال لي ايه دي يا مستر؟ قال لي دي كانت بنقول عليها توينزايا. كنا بنعملها ازاي؟ كنت بقول لحضرتك نص سلام افراح. نص سلام ايه؟ افراح. اول ما بتلاقيها شبه بعض في كل حاجه الا اللي في النص. حضرتك اللي في النص واحده بوزيتيف وواحده ايه؟ نيجاتيف. يبقى ده كان نص سلام افراح. ال 4x هتسلم على التوينزايا بتاعتها وال3 هتسلم على التوينزايا بتاعتها. يبقى 4x تايمز 4x 4 تايمز 4 16 x تايمز x x باور 2. بعد كده 3 تايمز نيجاتيف 3 كان يدي لحضرتك الكلام ده بايه؟ نيجاتيف 9. نيجاتيف ايه؟ 9. ده كده كان ايه؟ نص سلام افراح. ولو انت لاحظت بيطلع حضرتك كام ترم؟ اونلي 2 ترمز. يلا نمبر 7 ودي كده الايه؟ الاخيره. حضرتك لما يجي يقول لك ايه الخناقه بتاعتي؟ بقى لما اجي اقول 5x بلس 4 اول باور 2 باور 2 يبقى هو كده بيتكلم على الخناقه. يلا كل نمبر يتخانق مع نفسه. يلا ال 5x عامله تايمز نفسها 5 تايمز 5 25 x تايمز x x باور 2. بعد كده ببعد بعيد شويه بحط بلس. يلا ال 4 هتخانق مع نفسها 4 تايمز 4 ايكوال 16. يلا انا عايز اجيب بقى الميدل ترم بجيبه ازاي؟ كله تايمز بعضيه 2 تايمز ال 4 تايمز ال 5 2 تايمز ال 4 8 8 تايمز ال 5 يبقى 30. لا سوري 8 تايمز ال 5 يبقى 40. دي كده غلطه. دي كده هتبقى ايه؟ 40. 40 مين بقى؟ x. يبقى 2 تايمز 4 يبقى 8 8 تايمز 5 يبقى ايه؟ 40. يبقى 40x. كلام حاجه صعبه؟ ده كده كان ريفيجن سريع لحضرتك الحاجات اللي خدتها في الفيرست ترم من ايه؟ من اولى اعدادي. طب النهارده بقى هناخد ايه؟ قال لي هناخد الفاكتورايز. الفاكتورايز برده كان في ريفيجن كده لذيذ هناخده اللي هو باي اتش سي اف ذا هايست كومن فاكتور. بتشوف عند حضرتك دلوقتي ايه اكتر نمبر كومن ما بينهم؟ زي هنا مثلا
3x و 12. حضرتك لو انت ملاحظ هنا 3 وادي 12 هما الاثنين في تيبل مين 3. لو كنت بحلها ازاي يا مستر؟ باخد ال 3 بره وافتح براكت، اخد 3 بره وافتح براكت. 3x لما اخد منها 3 يبقى لي مين؟ x بلس يلا 12 لما اخد منها 3 يبقى لي كام؟ 8. نو انا لما باجي بخطف بخطف بالديفايدد، يعني معنى كده هيبقى ال 12 ديفايدد 3 هيدي لحضرتك كام؟ 4. يبقى انت الفاكتورايز هي عكس التايمز، عكس سلام الافراح. انا بخرج النمبر بالايه؟ بالديفايدد. يبقى تاني 3 وال 12 هما الاثنين في تيبل 3. يبقى اخرج ال 3 بره وافتح براكت. يلعب بقى الفاكتورايز بتاعك 3 اكس، خدت منها 3 يبقى لي الاكس. ال 12 اعملها ديفايدد 3 دينا ايه؟ 4. نمبر 2 مدي لحضرتك هنا اكس باور 2 ماينس 4 اكس. نفس الطريقه لو انت لاحظت هتلاقي ان في اكس وهنا في اكس، دي الحاجه الكومن ما بينهم، دي الحاجه المشتركه ما بينهم. يلا اكس باور 2 اكس، يبقى انا هخطف ايه؟ اقل اكس فيهم. يلا يبقى انا كده خطفت الاكس وافتح براكت. اكس باور 2 تنتين لما اخد من اكس هي يعمل لي بقى لي اكس ماينس. طب هنا 4 اكس لما اخده منها الايه؟ الاكس هي، مين اللي فاضل لي؟ ال 4. صعبه كده؟ طب تعالى نشوف اللي بعديها. يلا 2x بار 2 ماينس 6x. يلا سهله اهي. اول حاجه ال 2 وال 6 هما الاثنين في تيبل ايه؟ 2. يبقى اخرج ال 2 بره. في هنا x وادي هنا في x، يبقى اخرج ايه؟ اقل x فيهم. الاكس باور كام يا مستر؟ x باور 1 وافتح براكت. يلا ال 2 خلاص اوريدي خدتها. طب x باور 2 لما اخد طف منها x يبقى لي مين؟ x ماينس. ال 6 لما اخد منها 2 6 ديفايد 2 يدي لحضرتك كام؟ 3. طب الاكس لما اخدها خلاص كده مش هيبقى لي اي حاجه. كلام حاجه صعبه؟ يلا تعالى نشوف اللي بعده. تعالى بس نقفل بس مش محدش زينا. اللي بعده نمبر 5. ده خلينا لسه نمبر 4. 12x باور 2 ماينس 9x. يلا نعملها ازاي؟ اول حاجه ال 12 وال 9 يبقى هما الاثنين في تيبل 3. x بار 2 x يبقى هناخد مين؟ الاكس. يلا 12 ديفايد 3 يدي لحضرتك كام؟ 4. x بار 2 لما اخطف منها x يبقى لك x ماينس. 9 لما اخد منها 3 يبقى لي ايه؟ 3. طب الاكس لما اخطفها مش هيبقى حاجه، يبقى في البراكت. كانت حاجه صعبه؟ يلا اللي بعديها 3x بار 2 y بلس 6x y بار 2. نفس الكلام حضرتك، ادي 3 وادي كده مين؟ ال 6. هما الاثنين في تيبل 3. x و x يبقى اخطف ايه؟ اقل x فيهم اللي هي الاكس باور 1. y و y يبقى انا اخطف ايه؟ الواي باور ايه؟ 1. يلا اخطف بقى 3 لما اخدها مش هيبقى لي حاجه. x باور 2 لما اخطف هنا x يبقى هيبقى لك x. الواي لما اخطفها مش هيبقى حاجه. بلس يلا 3 ديفايد 6 هيدي لحضرتك كام؟ 2. الاكس لما اخطفها مش هيبقى لي حاجه. الواي باور 2 لما اخد منها y يبقى لي مين؟ y. يبقى الانسر 3xy في براكت x بلس 2y. ده كان الكلام ده اسمه فاكتورايز باي اتش سي اف. طيب تعالى نشوف بقى، تعالى نشوف بقى بدايه كده الاسم بتاع حضرتك. هنيجي بقى فاكتورايز. بس الفاكتورايز دلوقتي يا مستر ايه؟ لعبه جميله. يجيب لك كده عندك 3 ترمز، 3 ترمز، يبقى انت كده هتعمل فاكتورايز وهتحولها لبراكت تايمز براكت. معنى الفاكتورايز اسمع مني كده قبل ما تشوف، يعني ايه فاكتورايز لنمبر زي ال 15؟ يعني انا عاوز اعرف مين تايمز مين يدي لحضرتك كام؟ 15. فعلا سامعك 3 تايمز مين؟ 5. كده اللي انا عملت له فاكتورايز، انا كده وصلت له للمراحل الاولانيه خالص. ايه النمبر؟ او 3 تايمز ايه؟ ديك 15. 3 تايمز 5. طب نفس الكلام لما اجي اجيبها لك بالشكل ده x بار 2 بلس b x بلس c، مش ده كده 3 ترمز؟ يبقى في 2 براكت عملوا سلام افراح عشان يوصلوا للشكل ده. انا عاوز اوصل بقى للبراكت ديت. طيب بجيبها بقى ازاي؟ تعالى نشوف نمبر 1. يجي يقول لحضرتك كده x بار 2 بلس 5 x بلس 6. اول حاجه هتعملها هتفتح 2 براكت. يلا x بار 2 فرقها تبقى هنا ايه؟ x وادي كده x. صعبه كده؟ يلا اول حاجه هتبص على الساين اللي جنب مين؟ اللي جنب ال 6. الساين بتاع حضرتك ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف يبقى معنى كده المستر بيقول لك ايه؟ فرق لي ال 6. ال 6 بتاع حضرتك
يا اما 1 تايمز 6 يا اما 2 تايمز ايه 3. تاني بوزيتيف يبقى ذا سيم، بوزيتيف يبقى ايه ذا سيم. الساين اللي هيتحط عند حضرتك هنا يا اما الاثنين بلس يا اما الاثنين بالايه بالماينس. تاني البوزيتيف اللي بيتحط بتاع 3 تيرمز 3 تيرمز هيتحط هنا يا اما بلس وبلس يا اما ماينس وماينس. بعرفها منين؟ من الساين اللي في النص. الساين اللي في النص بلس يبقى هما الاثنين بلس. ده فيها مشاكل؟ والعب اللعبه ديت. يلا ال 6 عباره عن 1 تايمز 6 او 2 تايمز مين 3 كده هتعملها فاكتورايز. طب اخد انهي واحده فيهم يا مستر؟ العب اللعبه ديت بقى تقول لي ايه النمبرز اللي التايمز بتاعها ب 6 بس بلسهم ب 5؟ تاني بس بلسهم ب 5 هتلاقي مين؟ ال 2 مين وال 3. تحط واحده هنا والثانيه الناحيه الثانيه بس كده بقت عملتها فاكتورايز. ايه ده اجن؟ مش فهمت؟ تمام معلش، هي في اولها بيبقى الموضوع صعب جدا، بعد كده تبقى لذيذه قوي. امسح 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 ونشتغلها تاني. حضرتك اول حاجه هتعمل براكت وادي براكت، هتفرق الاكس بار 2. الاكس بار 2 معناها ايه؟ اكس واكس. الساين بتاعت حضرتك ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف يبقى ذا سيم، يا بوزيتيف وبوزيتيف يا نيجاتيف ونيجاتيف. بعرفها منين؟ من في النص. في نص ايه؟ بوزيتيف. يبقى هنا اللي بوزيتيف وبوزيتيف. والعب بقى، يلا اشتغل الفزوره بتاعتك. ايه النمبرز التايمز بتاعها ب 6 وبلسهم مين 5 2 اند 3؟ في غيرها؟ بس اللي بعده تعال نشوف. يلا بينا واحده كمان بنفس الطريقه. ادي اهو افتح براكت وادي براكت. الاكس بار 2 اكس واكس. الساين بتاعت حضرتك للثيرد تيرم بوزيتيف. بوزيتيف يبقى ذا سيم، يا بوزيتيف وبوزيتيف يا نيجاتيف ونيجاتيف. بعرفها منين؟ من ساين اللي في النص. ايه ده نيجاتيف؟ يبقى هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. يلا يا باشمهندس العب بقى الفزوره. ايه النمبرز اللي التايمز بتاعها ب 6 وبلسها 5؟ نفس الكلام ال 2 مين وال 3. صعبه كده؟ طب ايوه. طب مثلا لو كان في هنا بدل البوزيتيف دي كانت نيجاتيف عادي، يبقى ديفرنت. ديفرنت يعني ايه؟ واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يلا يبقى تاني التو اكزامبلز دول عشان نركز فيهم. او اكس بار 2 بلس 5 اكس بلس 6 براكت وادي براكت. الاكس بار 2 اكس ودي اكس. الساين بوزيتيف يبقى ذا سيم على حسب ايه؟ الساين اللي في النص. بوزيتيف يبقى بوزيتيف وبوزيتيف. يلا ال 6 اعملها فاكتورايز على جنب، هي 1 تايمز 6 او 2 تايمز 3، مفيش غيرهم. وقول فزورتك ايه النمبرز اللي التايمز بتاعها ب 6 اللي انت حاططهم بس بلسهم ب 5؟ يبقى قول على طول مين؟ ال 2 وال 3. اللي بعديها زيها نفس الكلام اهو. الاكس بار 2 اكس واكس. الساين بوزيتيف يبقى ذا سيم، وذا سيم ايه؟ نيجاتيف. يبقى نيجاتيف ونيجاتيف. واسال نفسي ايه النمبرز اللي التايمز بتاعها ب 6 وبلسها ب 5؟ يبقى قول له ايه؟ 2 اند مين 3. تعال نشوف بقى نمبر 3. نمبر 3 هنا حضرتك بقى تفتح براكت وادي براكت. الاكس بار 2 اكس واكس فرقتها. ايه ده الساين ايه دلوقتي؟ نيجاتيف. نيجاتيف يبقى ايه؟ واحده كده واحده كده، واحده بوزيتيف واحده ايه؟ نيجاتيف. طب يلا ال 6، ال 6 هتبقى ايه؟ 1 تايمز 6 2 تايمز 3. هنا بقى هعكسها ازاي؟ هقول ايه النمبرز اللي التايمز بتاعها بكام؟ ب 6 بس ماينسهم ب 5. تاني ماينسهم ب 5 مين؟ ال 6 والايه؟ وال 1. خلاص يبقى انا هاخد ال 6 وال 1. طب يا مستر احط ال 1 فين وال 6 فين؟ الكبير بياخد ساين في النص. ساين في النص ايه؟ بوزيتيف. يبقى احط الكبير اللي هو 6 ناحيه البوزيتيف. طب ال 1 ارميه ارميه مع النيجاتيف، مش عاوزه. صعبه كده؟ طب يلا واحده كمان. يلا هنا اكس بار 2 ماينس 5 اكس ماينس 6. يبقى ادي كده براكت وادي براكت. الاكس بار 2 اكس واكس. يلا ايه ده الساين نيجاتيف، يبقى واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. ويلا وابدا اشتغل. ال 6 عباره عن 1 تايمز 5 و 2 تايمز مين 3. ايه النمبرز بقى اللي التايمز بتاعهم ب 6 بس ماينسهم ب 5؟ انت قلت لي مين ومين؟ ال 6 والايه؟ وال 1. مصدقك. يلا خد الكبير وحطه مع ساين في النص. اللي في النص نيجاتيف يبقى ارمي ال 6 مع النيجاتيف. طب ال 1 ارميها مع العكسها البوزيتيف. صعبه كده؟ دي كده فيها مشاكل؟ كده شرح الاسم بتاعنا. يلا نبدا بقى ايه؟ نجرب بنمبرز مختلفه. مدي لحضرتك كده اكس بار 2 بلس 5 اكس بلس 15. يلا اعملها فاكتورايز. يبقى له براكت وادي براكت. الاكس بار 2 ادي اكس ودي اكس.
بوزيتيف، بوزيتيف يبقى ذا سيم، ذا سيم ايه؟ على حسب اللي في النص بوزيتيف يبقى بوزيتيف وبوزيتيف. ال 15 1 تايمز 15 و3 تايمز مين؟ 5. في غيرهم؟ الناس اللي حافظه التيبلز في غيرهم؟ لا. يلا ايه النمبرز بقى اللي بتايمزهم ب 15 وبلسهم 8؟ دور كده هتلاقي مين؟ ال 3 وال 8 وال 5. حط ال 3 هنا، حط ال 5 هنا، ولو عكست فيها مشكله؟ لا. طب يلا اللي بعده تعالى نشوف اهو. x بار 2 ماينس 3 x ماينس ايه؟ 10. يبقى دي كده براكت وادي براكت. x بار 2 x و x. نيجاتيف واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. ال 10 1 تايمز 10 او 2 تايمز مين؟ 5. يلا شوف منهم مين بقى اللي ماينسهم 3. هتلاقي مين؟ ال 2 وال 8 وال 5. كبرها مع اللي في النص. كبرها بيبص في النص. يبقى ال 5 هتبص على مين؟ على النيجاتيف. يبقى ال 2 مع مين؟ مع البوزيتيف. صعبه؟ ناخد برضه اخر اكزامبل. x بار 2 بلس 4 x ماينس 12 y بار 2. يلا افكها. حضرتك لقيت ان x بار 2 بفكها x وهنا ايه؟ x. y بار 2 يبقى هنا تبقى ايه؟ y وهنا y. يلا وابدا اشتغل. 12 1 تايمز 12 او 2 تايمز 6 او 3 تايمز 4. يلا شوف منهم مين بقى اللي ماينسهم ماينسهم ب 4. هلاقي مين؟ ال 2 وال 8 وال 6. بما اني بتكلم على ماينسهم بص على الكبير، الكبير هيبص على اللي في النص. المفروض دي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. يبقى 6 مع مين؟ مع البوزيتيف، و2 مع مين؟ مع النيجاتيف. الكلام حاجه صعبه؟ جميل. كده اول ليسون حضرتك ابدا تدرب عليه، والى اللقاء ان شاء الله في ليسون جديد. شكرا.